السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم الوصفه ديالنا قراش البلديين وصحيين 100%. الا قلنا رمضان بحال السحور مزيانين، لان تيقول لك في السحور من الاحسن تاكلوا شي حاجه فيها النشويات، اما رز بالحليب، اما كقريشلات، اما مخمار، اما المهم شي حاجه اللي فيها النشويات باش تتشد لينا النهار كله. عندنا في المقادير عندنا هنايا 500 غرام ديال الفارينه، نص كيلو. انا مره تنديرها بالقمح، مره تنديرها بالفارينه. القمح ما بقاش عندي، درتها دابا بالفارينه. عندنا واحد المعلقه صغيره ديال الخميره فوريه هاد حبيبات. عندنا واحد 3 المعالق ديال العسل الحر، واللي ما بغاش يدير العسل يقدر يدير اما السكر ديال التمر او ديال الشريحه او ديال الكوكو، هادو هما اللي صحيين. الا بغى الانسان يبقى في قريشلات صحيين 100%. عندنا واحد 2 د البيضات ابيض بيضه غنديرهم في الخليط، وواحد الصفر تاع هاد البيضه غادي نخليوه للدهن في الاخر. عندنا نص كاس ديال زيت بلديه تكون خفيفه شويه ما تكونش مجهده، تقريبا 80 مليلتر. عندنا واحد نص كاس ديال ما زهر شي 60 مليلتر تقريبا. عندي انا هاد الزهر ديال فاس، كنت جبته من فاس مقطر على اليد من واحد التعاون يتم. تيكون هذا تيكون مجهد شويه، الا كان عندكم بحال هذا الزهر ديال ما زهر ديال العامري ديال هذه ديال البلاستيك ولا ديال القرعه، ديروا كاس عامر. عندنا هنا نص كاس ديال النشا ما يعادل 40 غرام. عندنا نص كاس ديال الزنجلان محمر ما يعادل 50 غرام. عندنا واحد المعلقه كبيره ديال النافع اللي غير صهدناه، تحيدنا الزنجلان وطفينا على المقله ودرنا في المقله وهي سخونه، وبقينا تنحركو فيها كشويه شويه شويه باش يبقى في اللون ديالو غير يعطينا الريحه ديالو. وعندنا واحد المعلقه صغيره ديال الزبده والملح والماء اللي غادي نعجنو به الخليط. وعندنا هنا شويه ديال المسكه حره بقيت انا هنايا وغادي نغربلها ان شاء الله. دابا ندوزو للطريقه. دابا غنبداو الطريقه، غنديرو كاع هادشي اللي ناشف نافع، الزنجلان، هاد المايزينا، ندير الخميرة تكون معلقة عامرة، نخلطو هاد العناصر شوية. دابا نزيدو هاد الزيت، نزيد ما زهر، نزيد البيض. غادي نخليو ليها الاصفر، نزيدو العسل الحر، يبغي يكتر على هاد 3 د المعالق يدير 4 ولا يدير ماشي مشكل.
ونديروا هذه المسكه الحره. تقريبا الراس ديال المعلقه، لان ما مخلطينها لا مع السكر لا مع والو، غير بوحدها. صافي، وهاد الزبده غنخليوها هي الاخرى. دابا نبداو نزيدو في الماء شويه بشويه، دابا نزيدو هاد الزبده. نزيد شويه ديال الملحه، ونجهدوا عليها شويه باش تدخل لينا الزبده. جينا خاصة تجينا الضباب باش يجيونا القريشلات خفاف. العجينة خاصة تجينا رطبه بحال هكا تتلصق. صافي، دابا نحيدو ليها هاد الجناب، نجمعوها مزيان، نديرو عليها واحد الفيلم أليمونتير. ونغطيوها مزيان ونخليوها تضعف، تطلع مزيان يضعف الحجم ديالها، ونرجعو ان شاء الله. البنات دابا خمرت لينا العجينه وضعف الحجم ديالها، دابا غنبداو نديروها كويرات. دهنا واحد الطاوه بزويته بلديه، وغادي نخليوها تخمر مره اخرى عاد نزينوها. هنا شويه يدينا بالزيت، والقياس كل واحد يدير القياس اللي بغى. انا غنديرهم شويه صغيرات، هذا القياس باقي غادي نسرحهم شي شويه. غادي نبسطهم شي شويه باش ما يبقاوش هكا عابين. انا غادي نكمل هكا ونرجع معكم، ونخليهم يخمروا، نعاود نغطيهم ونخليهم يخمروا حتى يخمروا مزيان ونرجع معكم. نبعدوا بيناتهم شي شويه، دابا خمروا لينا هاد القريشلات. درت واحد شويه ديال الخل مع الصفر ديال البيض،
ونزينوهم اما بهذا الزريعه ديال نوار الشمس، نديرو الزنجلان، نديرو زريه القرعه، نديرو البافو اللي بغينا، زين كل واحد تيزين كيما بغى. الفران شعلناه يسخن مزيان، درك شويه على هاد السريعه تاع القرعه باش تلصق لينا بلا ما نضغطوا على العجينه بزاف. نكمل انا التزيين تاع هاد القريشلات وندخلهم الفران ونرجع معكم ان شاء الله. البنات احنا خرجنا هاد القريشلات من الفران، تحمروا جواعرين وزوينين. حليت معكم واحد الوحيده باش نوريها لكم عن قرب، راه تيجيو رطبين وزوينين حتى بالقمح، تيجيو بحال هكا حتى بالقمح، تيجيو رطبين وزوينين. شي مرة تنديرهم غير بالقمح، شي مرة تنديرهم بالقمح وفارينة، صحيين وزوينين يليقوا لنا كما قلت الفطور ديال رمضان ولا السحور، بالأخص في السحور مغذيين ويعاونونا على الصيام. يلا البنات الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وديروا لي شي كومونتير باش تشجعوني، وبارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء وبالاخص الناس اللي تيبغيو داكشي صحي. والى اللقاء، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.